هيك عبدو. شو بنا عمي يا مرزوق، ليش طالع خلقك اليوم هيك؟ انا زلمه ما عاد بدي دينك، ما بدنا نزعل من بعضنا الله يرضى عليك. وليش بقى بلا صغره هيك مره؟ الحمد لله انا ماني مقصر عليك بشي يا عمي ابو مرزوق، ما لك علي ولا برغوت. شو هالحكي؟ الي معك 5 ورقات ونص وهلا ما دفعته. اف 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 5 ورقات ونص لك علي؟ لك منين شو هدول؟ تعال اسمع هالسمع عمي ابو حاتم، على ابو مرزوق له علي 5 ورقات ونص، شو هالحكي؟ انت بتعرفني منيح، انا بعمري اكلت مال حرام شي لا سمح الله. ليك شو عم يتبلاني؟ خير ابو مرزوق؟ يعني عم تجذبها؟ عامل حالك ما تعرف؟ عمي ابو مرزوق الله يخليك لا تاخذني بالحطه، انت مالك علي شي. بقى شوف، يا اما بتكون غلطان يا اما بتكون مقيد اسمي بدفترك بالغلط. شو قصدك عبدو؟ دفتري مو مزبوط؟ انا شو عرفني بدفترك يا عمي، بس انا اللي متاكد منه متذكر منيح انه مالك معي شي. اخي ابو مرزوق بين له شلون صار لك معه 5 ورقات ونص، الرجال بده يعرف. لك بحياتي ما وصل حسابي معه فوق 3 ليرات، اسأله. وصاحبك اللي كفلته بعظمة لسانه شو نسيته عبدو؟ مين صاحبي؟ هذا اللي اخذ الفواكه والخضرة. ايه بس دفع لك ياهن على دوز بارة. ايه ما دفع شي. شلون ما دفع لك ياهن عمي؟ انا كفلته واجيت لعندك وعطاك حقك قدام عيني، مزبوط ولا ما مزبوط هالحكي؟ بس رجع واخذ مرة تانية. وانا شو دخلني؟ لا عمي عبدو الله يرضى عليك، مدام كفلته بدك تدفع عنه، ما بتعرف انه الكفيل حطاك؟ يا عمي ابو حاتم انا كفلته للزلمه مره واحده، اذا رجع ابو مرزوق ودينه مره تانية انا شو بكون لي علاقه؟ بعدين عمي الله يخليك لا تخاف، الزلمه دفيها دفيها لا تخاف. دفيه يا حبيبي؟ قال دفيه قال. هلا ما بدك تدفع عنه هلا، اللي بشوف. حسبي الله ونعم الوكيل. عمي روح طالبه له. اخي ربات وقف عندي ولا تسلم علي. الله معك، مع السلامه. اوف خير خير. شوفي انا بشيل الفران جايبكم الخبزات. قلتي له العصام انك رايحه لعند امك ولا رايحه من جونك؟ معلوم مرت عمي، قلت له الصبح قبل ما يروح على الدكان وهو وافق. ومين بده يوصلك؟ على اساس يجي عصام يوصلني. مرت عمي معلش يروح لحالي. تروحي لحالك؟ هذا اللي ناقصنا، تمشي بالحارة. وشو فيها مرت عمي؟ بيتي بآخر الحارة، فشختين بصير بقلبه. روحي روحي اشلحي ملايتك، نحنا ما عنا نسوان تمشي بالطرقات؟ شو بدهم يقولوا عنك الناس؟ زقية وشطاطة؟ بس يا مرت عمي. خلاص أنا شو قلت؟ روحي على أوضتك، وبس يجي عصام هو بياخدك لعند أمك. يلا لشوف. حاضر. والله ما بطيئك ولا بطيئة. خد تقبرني وديها لبيت ابو عصام وقلهم يسلموا. شو بتقلهم؟ يسلموا. اي يلا تقبرني، وديها بسرعة ورجع لا تطول. أرجوكم أمي يسلموا. مع السلامة بدر، سلم على أمك. جابوها للطنجرة؟ إيه جابوها. ليفيها وحطيها على الرف. إيه بس الطنجرة نظيفة مرت عمي. ها شوفي. معلش ليفيها مرة تانية، ما بتخسري شيء. أنا هيك موسوسة، بدك تتعودي وتتعلمي على طبعي، مفهوم؟ حاضر. يبعت لحم الساعة اللي صرتي فيها كنتي. فتحي دير بالك، ما بدي وصيك الله يرضى عليه. أمرك عادي. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. مهوني وحدو.
لو تشوف الاستقبال اللي استقبلتني يا أم عصام ولا التوديعة، ما بتقول إلا هن اللي عم يطلبوا رضانا وبدن موافقتنا. أهل أبو عصام بيعرفوا الواجب وبيقدروا الضيف، كيف بقى إذا بيت أبو إبراهيم جايين يخطبوا من عندهم؟ أكيد بدهم يقوموا بالواجب وأكثر، ما هيك؟ لأنه نحن معروفين بالحارة ومن كباريتها. قولتك أبو عصام ممكن يقول لا ابن عمي؟ ما بظن يقولوها، وبحب طمنك أبو عصام موافق بدون ما حدا يخبرني. يلا روحي هاتي الشاي. الله يطمنك بالخير. يلا عجلي، بدي روح لعند العقيد. على عيني تشكل قاسي أنت. حدي يقول لا قال. أنا عطيته مهلة 3 أيام وهنن عم يستنوا موافقتك. والله الشباب أنا مو أكرم منهم يا سعاد. إبراهيم ما في منهم الكابريت الحارة، حتى ابنه يخز العين شو الأدب شو التربية. إيه والله والنعم. يعني موافق ابن عمي؟ أنت سألتي يا دلال إيش كانت موافقة ولا لا؟ سألتها بس كانت خجلانة، بس بقدر أقول لك إنه هي موافقة. إيه خلاص أنا هذا المهم عندي. خلاص عندي خبر للجماعة إن إحنا موافقين واتكلنا على الله. يلا خاطري. الله معك، مع السلامة. أبو جودة الحق بسرعة ومطرب أو شيء وما عرف مين الحرامي. يمنع من سيرته بخاطر مشان الله. واحد فات الدولة كاس الشاي وحلا ضرب طريقه وطلع، هذا اسمه تحقيق. يعني هلا شو الحل يا رجال؟ شو الحل عبيد؟ أنا بشوف إنه نحن نحرس الحارة. كيف عبيد كيف؟ شباب الحارة بيحرسوا وبيراقبوا، إيه من فات وإيه من طلع، ومن الليلة بيستلموا كل مفارق الحارة. يا سيدي هذا هو الحكي المضبوط. بهالحالة بنحسن ننام ونحن مرتاحين. هاي خلصنا منها. عندي خبر مفرح حابب خبركن يا. تفضل عقيد. أبو إبراهيم طلب إيد بنت صهري أبو عصام لابنه إبراهيم، ونحن بيشرفنا أنه نناسبه، أنا وأبو عصام وأخي أبو قاسي. استغفر الله عقيد، نحن اللي تشرفنا. 100 وردة أبو إبراهيم. إن شاء الله ألف مبروك أبو إبراهيم. الله يبارك فيكم. مبروك. وعدوني الكتاب بعد بكرة. إيه والله والله لو الدنيا نهار لإسلخ زلغوطة تسمع كل أهل الحق. لاحقة لاحقة صلنطي. والله إذا بيقع بإيدي لأكله بلا ملح، ما في كلام. راي اعمل لي فتله بس جواني. قول الله لك يخرب بيته، لك مين عم يفوت؟ ابن عمي؟ يا عيونه بدي روح لعند امي ابن عمي. بكي على زيارتك لطفيه؟ ابن عمي الله يخليك خليني روح، والله اشتقت لها. طيب جهزي حالك لاختك. لك الله يخلي لي اياك يا حق. لك 100 أهلين و100 أهلين تقبريني. اشتقت لك يا عمو. تعي لشوف شلون عايشة؟ إن شاء الله مبسوطة عند بيت حماكي؟ هلا بحكي لك كل شيء، عندي كوبة أخبار. يعني ما حدا منكم ترك قرنته؟ ألو خالي أعوذ بالله. لا يا عقيد لا، ما في كلام كله بقرنته. ماشي. تيسروا أنتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك منين فات الحرامي؟ يعني شغلة لجنان وحدة بوحدة، معقول يفوت على الحارة وما حدا يشوفه؟ من البير. نعم أخي. حرامي فات من البير، والبير موصول بالقناية تبع النهر. إذا الله ما كذبني طريقه النهر. مظبوط والله.
معناتها الحرامي عم يفوت من فتحة النهر للبير الأصلي، وبعدين عم ياخد طريق البيت اللي بده يسرقه، وعم يرجع من نفس الطريق ويهرب من النهر، ولا من شاف ولا من دري. عمى من الليلة شوي من الشباب بيراقبوا الحارة وشوي من الشباب بيراقبوا النهر، وبإذن واحد أحد قربنا نعرف مين قتل سمير الحمصاني والزعيم. ولو بتشوفي كيف طلع خلقه لما شافت صحن الشينكو منقول، رح بتطق عليه. يعني لو فوزية قدامها كانت أكلتها بلا ملح من كتر ما أنا منغاظة منها. وشو صار يعني؟ دخيلك البني آدم عم يتب ويموت. إيه بس عمي أبو عصام سكتها. خانقوا؟ لا ما وصلت بيناته للخناقة لأنه حماتي ما عاد حكيت. أيوة. وإنتي شو عم تشتغلي بالبيت يا مو؟ آخ يا مو، حم أشطف وإجلي وإمسح وإنشر غسيل كمان. بس؟ حماتي ما عم تخليني مد ايدي على الطبخ، قال شو ما بتحب تاكل من ايدين حدا. هيك لكان بناتها يتعلموا الطبخ والنفخ وانتي قاعده خدامه. ايه شو عليه؟ ماشي يا سعاد ماشي. اهلا وسهلا اختي، تفضلي. شلونك بلاتي حتقبريني؟ اهلين وسهلين يا مو. الله يرضى عليكي. شلون العمامير العصافير؟ ببوس ايدك يا مو. شو وينها جميله؟ ماني شايفتها. صحني هون. شلونك بوران؟ مشتاقه لك. يلا يا مو دلال عملي لنا كسر سفرة، فوتوا يا مو فوتوا. يلا هاي رح تروح من وشك قبل ما تلحق الثانية لترتاحي منها. بس والله ماني مرتاحة يا مو. من شو؟ ما عم اخذ راحتي بالبيت يا مو، يا من تراني حط الغطا على راسي. وما احلاكي وتقيمي لا تكوني مفكرة حالك ساكنة لحالك بالبيت. اوعك ها. لا ايو اوعك يا مو، السلف يشوفك بالقرعة بنتفك تنتيف والله. ولا تمتحس بحساب إله دايم التوم. هيك رأيك يا مو؟ لك تيري بالك الله يرضى عليكي، ما بدنا الناس يحكوا علينا. فضل يا بي. هات بي هات. عود أخي من يعود. لك عمي أنت استعجلت، أنت استعجلت. الله يرضى عليك. لك حدا بيعلم على الحريم، حدا بيعلم على الحريم. جارتنا قوية يا أبو عصام. لك عمي جارتك قوية ولا غير قوية؟ مرأي حرمي مثل مثل اهليتك، ما بنحكى معي يا اب مهدي، عيب ما بيجوز. انا بدالك بمسك جوزها بقول له رصة اخي كيت 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 كيت، مو بمسك الحل وبسبها. عيب الرجال ما بيسوي هيك. ما استنى حتى فهمه، دغري ضربني. شي اي معلوم بدي اضربك يا اب مهدي، معلوم بدي اضربك. لك اخي حط حالك بداله، واحد عم يشوف ناس متهجمين على حريمه شو بده يساوي؟ حط حالك بداله. عليم الله انا ما اكون بداله لاستخجلك عن عظمك. ما بيجوز هي، والله ما بيجوز. اخي ابن ناجي على طول ودايم الدوم النسوان حبيده دايم الدوم.